في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ضيف اليمن تشاهدون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور فؤاد عبد القادر من سوريا. سنتعرف على حكايته وأحاديث الغربة على أرض اليمن. أنا من محافظة دير الزور. الاستقدام كان طلب يعني. والميزة الحلوة باليمن أنه تتأقلم معهم بسرعة. يعني هذا طبعاً ما ينمحي من ذاكرتنا إحنا السوريين كلنا وخاصة أهل دير الزور. شغوفين بالاكتشاف المناطق الأثرية والمعالم السياحية الجميلة في سوريا. طيب دكتور حدثنا يعني أول ما وصلت اليمن يعني. في جزء منها دين. يعني فهاي ترجع حسب المشكلة وحسب الحكم وحسب. هل تتشابه نوعا ما مع قبائل طبعاً وعشائر سوريا؟ في جديد فهو أكيد رح يجذب انتباهنا وكان عرس حلو يعني ومنظم وكذا وفرحة يعني. الله يطول بعمرها ما دام هي كذا تحب اليمن. الله يسلمك. سمعت على اليمن كثير وجالس توصيك عن اليمن. أيوه. المفروض توصينا عليك لكن. مو قصة خوف ما يعني هي شكلة قناعة يعني هيك يعني. اليمن هو سوريا الثانية. برنامج ضيف اليمن يأتيكم في الأوقات التالية. ضيف اليمن يأتيكم الأحد الساعة 10 مساء ويعاد الاثنين 1 بعد منتصف الليل والثانية والنصف ظهراً.